وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية قد أكد يوم أمس أن الخطوة الصحيحة من أجل الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي تكمن في تجميد عضوية قطر. وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن البحرين لن تحضر أي قمة وتجلس فيها مع قطر التي تتقرب من إيران يوما بعد يوم، وتحضر القوات الأجنبية في خطوات تعد خطيرة على أمن دول مجلس التعاون. مع اقتراب موعد انعقاد القمة الخليجية في ظل أزمة هي الأصعب في تاريخ مجلس التعاون، تساقطت فيها أوراق النظام القطري ورقة ورقة خلال فترة لم تتجاوز الخمسة أشهر، وانكشفت مخططاتها التآمرية على دول الخليج، ما فسح المجال لعدة تكهنات حول مصير هذه القمة التي بدورها تحدد فصلا جديدا من فصول العلاقات بين دول الخليج والمنطقة مع النظام الحاكم في الدوحة. ولكن موقف عميد الدبلوماسية البحرينية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بأن الحل في أزمة قطر هو بتجميد عضويتها في مجلس التعاون حصر دائرة الاحتمالات حول ظروف إقامة هذه القمة وما يترتب عليها من تداعيات ترتقي إلى الحفاظ على مجلس التعاون، بحسب ما أكد الوزير في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون يعني بالضرورة عدم حضورها القمة إلى حين حل أزمتها والتأكد من أهليتها لأن تكون عضوا فاعلا في المجلس يؤدي دوره المناط به وفق النظام الأساسي واتفاقيات المنظومة، وخصوصا ما يتعلق منه بمجال حفظ الأمن والاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس أو السعي لإسقاط الأنظمة في العالم العربي بشكل عام والخليج العربي بشكل خاص، وفق ما تنص مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والتي هي مفتاح الحديث الأول لحل قطر أزمتها. وبالرجوع إلى سلسلة الأحداث المؤسفة التي عانت منها البحرين خلال العقدين الماضيين والتي قامت بها ميليشيات إرهابية مدعومة إيرانيا وقطريا، يجد المتابع القطري ضالته لتفسير ما قاله الوزير بأن البحرين لن تحضر أي قمة وتجلس فيها مع قطر التي تتقرب من إيران يوما بعد يوم وتحضر القوات الأجنبية إلى أراضيها في خطوات تعد خطيرة على أمن دول مجلس التعاون. وهل كان يتأمل النظام القطري من البحرين أو دول الخليج العربي أن تجلس معه في قمة واحدة يناقش فيها جملة من القضايا الأمنية المشتركة أو الملفات الهامة التي تتطلب التزاما بوحدة مصير شعوب الخليج؟ وكيف لأي من هذه الدول أن تضمن التزام قطر بأي من تعهداتها بعد أن نكثت العهود وتنازلت عن أعراف المسلمين والعرب ومواثيق التعاون الإقليمية والدولية وحقوق الإنسان؟ تغريدات معالي الوزير عادت لتذكر النظام في قطر بتاريخه وتاريخ البحرين وكيف انسلخت قطر عن البحرين قبل عقود قليلة من الزمان، ومنذ ذلك الحين لم يهدأ لها بال ولم تتوقف عن دعم المتطرفين والإرهابيين لزعزعة الأمن والاستقرار وقلب نظام الحكم في البحرين. رسم معالي وزير الخارجية خطا أحمر عريضا للتعامل مع النظام القطري، فمن يسعى للحفاظ على المنظومة الوحيدة المتبقية لدول المنطقة لا يمكن أن يسمح بوجود من يسعى لتفكيك المنظومة الجامعة وتفتيت دولها. بقاء المنظومة يكمن في تصحيح سياسات الدوحة ولا تنازل عن هذا التوجه لمن يريد خيرا للمنطقة.